نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة الطاقهلية حوارا مجتمعيا في إطار خطة التنسيقية حول أولويات العمل الوطني. شهد الحوار تفاعلا كبيرا من الحضور الذين طرحوا العديد من القضايا والتحديات في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، مثل الصحة والتعليم والطرق والنظافة ومياه الشرب، إضافة إلى قانون البناء والتصالح ومنظومة التقنين وغيرها من الموضوعات. طبعا احنا تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين تعتبر لفه الجمهوريه كلها فيما يخص الحوار الوطني. كان مهم نعرف الناس ايه هو الحوار. لقاءنا النهارده كان لقاء مهم بالنسبه لنا. طلبه الجامعات الطلبه هم الاهم بالنسبه لنا، زي ما شفنا التواصل الاجتماعي مواقع كلها مأثره عليهم، مش مخليهم عارفين الحقيقه. كان مهم نيجي نتكلم معاهم. اللقاءات المباشره ليها اهميه كبيره. سالونا في القضاء، سالونا في التعليم وفي الصحه وفي الزراعه. شباب جميل ومهتم بمستقبل مصر ونفسهم يشوفوها احسن، بس علينا دور كبير ان احنا نقرب منهم الفترة الجاية اكتر.